صباح الأمل، صباح السعادة، صباح بكرة أحلى. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مجددا في صباح بكرة أحلى، السبت من كل أسبوع في نفس الوقت من 8 ل 9 صباحا. عندنا زي ما عودناكم في صباح بكرة أحلى عندنا إشاعات، والإشاعات ما بتنتهيش. الإشاعات طول ما احنا بنبني لازم يبقى فيه إشاعات عشان يهاجمونا، عشان يهدموا البناء اللي احنا بنبنيه، لكن احنا بنتصدى بيه. وزي ما انتم عارفين انا عامل حملة اسمها حملة الرد الالكتروني، انا مؤسسها، لان كمان انتم لكم دور لازم تقوموا بيه، ان احنا نقوم بصد الهجمات ديت عشان بناء الدولة يكتمل وعزيمتنا تنهض اكتر واكتر بالوقوف وامام الاشاعات ومحاولة هدم الدولة. عندنا بقى اللي مسيطر الفترة دي كلها فيروس كورونا. الفيروس ابتدوا بقى يشتغلوا فيه بالإشاعات. يعني ابتدى امسك بقى إشاعة بيقول لك غياب الإجراءات الوقائية داخل المطارات المصرية. احنا بصراحة يعني عايزين نقول دول يعني أخبية ولا ايه، مش فاهم. طول اليوم بنتكلم في الإعلام عن الإجراءات في المطارات المصرية، عندنا إجراءات شديدة جدا. طب في حد يقول لي طب بيعملوا إيه؟ المرض دوت، الفيروس ده ملهوش علاج ولا آخر. القصة كلها يا جماعة إن المرض دوت هو عبارة عن يعني الشكل العام ليه زي بالظبط البرد، بس بيختلف بقى إيه في صعوبته. بمعنى إيه؟ بمعنى ان مثلا ممكن يجي له رشح مستمر، سخونية شديدة. المفروض ان البرد مثلا، الفرق بينه وبين مرض الانفلونزا مثلا او البرد او الحاجات ديت، ان البرد في خلال 3 ايام بينتهي، يعني مع العلاج بينتهي. انما ده كل ما بياخد علاج كل ما بتزداد المشكلة، فبالتالي الفيروس كورونا ملهوش علاج حتى هذه اللحظة. لكن روسيا وألمانيا قالت لا، ده هم وجدوا علاج مضاد لهذا الفيروس. لكن احنا بنتكلم بوجه العموم ان مفيش علاج لهذا المرض. لكن في حاجة اسمها وقاية من العلاج، من يعني وقاية افضل من العلاج، اللي هو الوقاية من الفيروس. طب ازاي انا اقي اولادي واقي نفسي من هذا الفيروس؟ وخلي بالكم من ان اللي بيتاثر بالفيروس دوت مرضى السكر، مرضى الضغط، الاطفال، الناس الكبار. فنخلي بالنا ازاي نمنع موضوع اولا القبلات، يعني البوس والحاجات ديت. احنا يعني كمصريين وكعرب على طول في ود وفي قبل والكلام ده، الملامسات ديت يعني في الفتره دي على الاقل نبطلها عشان يبقى الوقايه خير من العلاج. الملامسات على الأسطح يجب، يعني على أي سطح أيا كان، يجب أن على طول أغسل إيدي، وطريقة غسيل الإيد لازم تكون بالشكل الصحيح. يعني ما أحطش الصابون وراح أغسل إيدي وماشي، لأ. أنا بعمل الآتي، بمسك الصابونة براغي إيدي، وبعدين أخد كده هوت، وبعدين أخد دي كده، وبعدين أخد دي كده، وبعدين أخد دي كده هوت، وأغسل إيدي عشان الميكروب طول ما هو بره الجسم فسهل ان احنا نقدر نسيطر عليه، انما لما بيدخل جوه الجسم يعني السيطرة عليه صعبة، لان حتى هذه اللحظة ما فيش مقاومات ليه بالنسبة للعلاج. كمان احاول ما المس عيني كتير، يعني التملي اعمل كده والكلام ده ما المسوش، لانه بيجي عن طريق لمس العين، عن طريق لمس الانف، الحاجات دي كلها. النظافة الشخصية، الموضوع يعني سهل جدا بالنظافة الشخصية، بتقي نفسك من الامراض. بعد دخول الحمام لازم تغسل ايدك في اي، يعني اغسل ايدك كتير، اشرب ميه كتير، يعني كمان اشرب ميه بمجرد ما تحس بالعطش، لان تقليل شرب الميه ده بيساعد برضو على المرض. الفيتامينات A و E، والفيتامينات يستحسن انك انت تاخدها من الحاجات الطبيعيه، ولكن كمان ان ما كانش ده متوفر ممكن تاخدها كعلاج، بحيث ان المرض بتقاومه بالفيتامينات وبالغذاء السليم. بالنسبه بقى لاشاعه
ان مفيش عندنا اجراءات وقائيه في المطارات، لا في اجراءات وقائيه وفي حجر صحي وفي يعني اي حد بيشتبه فيه ان هو عنده برد، عنده سخونه، عنده بتاع، بيتم عزله وبيبتدي يتعاملوا معاه، عشان احنا مصر مهمه جدا ان ابنائها يفضلوا بصحه وبسلام. عندنا امسك برضو اشاعه تاني، اصابه عدد من ابناء الجاليه المصريه في الصين بفيروس كورونا. الحمد لله الجاليه المصريه في الصين، الحمد لله الحمد لله، ما فيش اي حد مريض بهذا الفيروس، والكلام ده كله اشاعات. عندنا امسك اشاعه تاني، تاثير سوق الخضروات المصريه بفيروس كورونا. يعني طب يعني نعمل معاهم ايه؟ يعني هيبتدوا يشتغلوا في اشاعات من الداخل مش نافعين، اشتغلوا بقى باشاعات من الخارج وحاجه صعبه. يعني احنا الحمد لله ما فيش اي تاثير بالنسبه لسوق الخضروات او الفاكهه او اي حاجه في مصر، والحمد لله. عندنا امسك اشاعه تاني، اغلاق المطاعم الصينيه في مصر. لا، المطاعم الصينيه في مصر مفتوحه وشغاله، مفيش اي مشكله، لان الفيروس ده بره مش عندنا، مش مجرد انه اسمه يعني فيروس كورونا صيني فيبقى عندنا المطاعم الصينيه تتقفل، لا، احنا عندنا رقابه صحيه بتمر على المطاعم باستمرار للتاكد من يعني لو في اي مشكله بيتم التعامل معها فورا. امسك اشاعه تاني، انتشار وباء السحائي، التهاب السحائي في مختلف محافظات الجمهوريه. طب خلصنا من فيروس كورونا، ندخل على الالتهاب السحائي. طبعا كلام برضو مش مظبوط. عندنا يعني ايه مقاومه الفيروسات والحاجات ديت عندنا في مصر الحمد لله احنا متقدمين فيها كويس. في اتصال الاستاذ ابراهيم كامل. الو، 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 صباح الخير. صباح الخير استاذ ابراهيم كامل. اهلا وسهلا، اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، صباح بكره احلى. ربنا يخليك، ربنا يخليك. علي صوتك شوية بعد إذنك عشان نسمعك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. اتفضل معاك. حضرتك كنا عايزين نفتح الموضوع بتاع قانون الإيجارات القديم. إيه مشكلة الأول؟ طب نتعرف بيك أكتر أستاذ إبراهيم كامل بعد إذنك. نعرف المشاهدين بيك. ألو؟ أيوه. نعرف المشاهدين بيك يا استاذ ابراهيم. ابراهيم كامل، نائب رئيس حي جنوب الجيزه. اهلا بيك، منورنا في صباح بكره احلى، صباح النشاط يا استاذ ابراهيم. صباح صباح. ايه مشكله قانون الايجارات القديمه؟ اتفضل. حضرتك القانون دوت مطروح بقاله 3 سنين. اه. 3 سنين. اتقدم فيه 5 مشروعات. ايوه. وكل ما نفتكر ان احنا قربنا ان احنا ننتهي منه، وان كان حد بيحق ياخده سواء ساكن او مالك، الموضوع يبعد اكتر. فمش عارف يعني. الموضوع كمان اتناقش فيه موضوعين، يعني حبوا الاول حذفوا الوحدات السكنيه عن الموضوع خالص. وبعدين جم للقانون للوحدات الغير سكنيه اللي هي المحلات التجاريه. التجاريه أيوة. اللي هي المحلات والاداريه. ايوه فهم. وراح قسمها 2. عمل حاجه اسمها اعتباريه وحاجه اسمها طبيعيه. وطبعا دي ده الواحد حس ان بقى في تفرقه عنصريه. ده مالك هو ده ساكن وده ساكن. ايوه. الفرق بين الساكن ده والساكن ده؟ ان ده حاجه اسمها اعتباري وده طبيعي، ما هو الاثنين سكان. والموقف القانوني واحد. ابتدى الكلام يبقى شكله مش ظريف يعني. يعني بتقترح ايه يا استاذ ابراهيم؟ انا بقترح ان الموضوع يبقى الموضوع على بعضه، ده ساكن ده مالك، اللي ليه حق ياخده بس يتنقل صح.
النواب مختلفين، النواب نفسهم مختلفين. طب هم مختلفين ليه؟ ايوه هم مختلفين. انا اعتقد من وجهة نظري ان هم ممكن يبقى السكان النواب سكان بس النواب مش ملاك، سكان. فمش من المصلحة ان يصدر قانون زي ده، وكل واحد دلوقتي يتكلم يقول لك ان احنا لما نقرب للقانون ده كأننا بنخش عش الضبابير. صح كده؟ مصر كلها في عش ضبابير. عندنا عش ضبابير جاي من اثيوبيا، وعش ضبابير جاي من تركيا، وعش ضبابير وبنقتحمها، مش كده برضه؟ وقانون زي دوت يبقى اسمه عش ضبابير. طيب يعني حضرتك مش عايزهم يفرقوا ما بين الساكن الاعتباري والطبيعي والكلام ده يعني ولا ايه؟ يا باشا ايوه يا باشا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. لما قالوا ان احنا هناخد بالاصوات، يعني هنصوت على مشروع قانون مقدمه الحكومه. ايوه القانون ده اللي قال اشخاص اعتباريه، اللي لما قالوا تصويت اللي انا مستغرب ازاي الدكتور علي عبد العال يوافق على تصويت على قانون كل الدنيا بتقول فيه عوارض الصوري، لان الموقف القانوني واحد ما بين الساكن الطبيعي والساكن الاعتباري. رغم ان رئيس مجلس الشعب بقى الدكتور علاء عبد العال استاذ القانون الدستوري في جامعه عين شمس، اشتغل خبير دستوري في مجلس الشعب سنه 92، ليه مؤلفات قانونيه منها كتاب اسمه القضاء الدستوري 12 سنه 2014. ازاي بيسمح رئيس مجلس الشعب اللي هو رجل قانون رجل دستور بانه يطرح التصويت على قانون في عوارض السوري؟ انا مستغرب والله. أنا احنا مستغرب. هنرجئ الكلام دوت يا استاذ ابراهيم لمختصينه، لان طبعا زي ما حضرتك تفضلت الدكتور علي عبد العال اللي هو رئيس مجلس النواب قام وقيمه قانونيه كبيره طبعا. اعتقد يعني اعتقد ان 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 هو مش هيسمح بمرور قانون فيه عوار دستوري، انما رسالتك اكيد وصلت، وان شاء الله نحاول نتواصل مع بعض الجهات اللي ممكن ترد على حضرتك في هذا الموضوع، لاني انا ما عنديش حد لا من مجلس النواب دلوقتي يرد على حضرتك او حد متحدث باسم مجلس النواب، لكن هنحط ده في الاعتبار. صباح بكرة أحلى أستاذ إبراهيم كامل، شرفتنا نائب رئيس حي جنوب الجيزة، نورت صباح بكرة أحلى. طيب نرجع تاني لامسك إشاعة، والإشاعات بيقول لك كمان رفع أسعار كروت الشحن للتليفونات. برضو يا جماعة مفيش زيادة ولا نقصان في كروت الشحن، لسه زي ما هي. يعني إحنا نخلي بالنا من الإشاعات اللي هي بتراد بيها زعزعة أمن مصر، سواء يعني إن هو يحسسك بيأس أو يحسسك بغلاء. لا الحمد لله، النهاردة الدولار نزل قدام الجنيه المصري بقى ب 15 حاجة و70، يعني الحمد لله في يعني تقدم بالنسبة للجنيه المصري، في تقدم في البناء المصري، فبالتالي الحمد لله بكرة هيبقى أحلى بإذن الله. عندنا تاني امسك إشاعة، اعتزام الحكومة بيع الأراضي التابعة لهيئة السكة الحديد. السكة الحديد ما بتبيعش أراضيها، والسكة الحديد هتفضل أراضيها زي ما هي، بس هي قصة إيه؟ القصة إن مثلا عندنا أرض غير مستخدمة، فبيحصل إن بنديها حق، هم بيدوها يعني حق انتفاع لمستثمر، لحضرتك، للمواطن، لأي حد عايز يستخدمها، وبيديها حق انتفاع لفترة معينة. الفلوس دي بياخدوها يطوروا بيها السكة الحديد، يعني بيحاولوا يجدوا أي شيء من مصادرهم الداخلية عشان يطوروا بيه. وطبعا الوزير كامل الوزير يعني ألف تحية ليه على نشاطه، وعلى يعني تعيينه كوزير للنقل عشان يحاول يساهم في تطوير هذه المؤسسة، بعد ما قدم لنا حاجات كبيرة جدا، وكان تكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه رجل جندي كلف بمهام، ف
فهو دلوقتي في سبيله التحقيق. ألف تحية لسيادة الوزير. عندنا امسك إشاعة تاني، إجراء امتحانات الصف الثالث بنظام الأسئلة المحررة. برضو امسك إشاعة الصف الثالث الثانوي هيبقى زي برضو السنة اللي فاتت زي ما هو بنظام البوكلت، يعني أوبن كتاب، يمسك الكتاب ويشتغل زي السنة اللي فاتت بالظبط، مفيش أي تغيير يا جماعة، مفيش أي تغيير خالص. لازم تخلوا بالكم، كل الإشاعات دي بتهدف لشيء واحد، هو هدم الدولة المصرية، هدم المواطن المصري، يحس بيأس، يحس ان مفيش تقدم في حياته، ما يحس ان الدنيا تفضل زي ما هي في أسوأ وأسوأ. كل دوت بيحاولوا يحاربونا بيه، نخلي بالنا ونقف قدام هذه الشائعات. امسك إشاعة تاني بيقول لك تقديم وزارة التموين يعني قروضا مالية بضمان الكارت بتاع التموين، يعني السلع التموينية. كلام برضو مش مظبوط. ليه بقى؟ يعني مثلا يعني لما حد يقدم لك قرض فانت تقول له خد الكارت بتاعه هو تسحب السلع التموينية بتاعتي؟ لا، البطاقة بتاعت التموين ديت للناس المستحقة، الناس اللي هم يعني تحت خط الفقر زي ما بيقولوا. ف ازاي انا هدي لهم قرض واقول لهم ما تاكلوش؟ الكلام ده مش طبيعي خالص. تملي يا جماعه في الاشاعه لازم يكون فيها حاجه غريبه، حاجه مش طبيعيه. الاشاعه عشان تعرف انها اشاعه تعرف انها حاجه مش طبيعيه. هو من الطبيعي ان انا اطلع يعني قرض ببطاقه تموينيه هقول له خد سلع، روح خد زيت وسكر بدالي؟ يعني كلام سخيف يعني. بيقول لك كمان فتح باب التظلمات مجددا امام الناس اللي هم يعني استبعدوا من البطاقه التموينيه. الكلام دوت يعني مش مظبوط، لان اتفتحت اكتر من 165 يوم تظلمات، وانك انت يراجعوا تاني، والحمد لله انتهوا من جميع التظلمات، والحمد لله الناس اللي استبعدوا وكان ليهم الحق هيجوا تاني مره تانيه من شهر يناير اللي احنا فيه، انتهى الموضوع دوت، مفيش فتح تاني لأي تظلمات بالنسبة للناس المستبعدين من البطاقة التموينية. عندنا امسك إشاعة تاني، بيع كميات من الدواجن النافقة للمطاعم والفنادق في مصر. يعني الدواجن دي الله يكون في عونها بصراحة. أنا الدواجن دي المفروض هي يعني ناقص تصرخ ارحموني، عايزة تقول ارحموني من اللي انتوا بتطلعوا علي، عاملة كده هوت زي واحدة خلته سمعتها وحشة. الدواجن عندنا ما شاء الله جميلة، ما فيهاش أي مشكلة، ما عندناش يعني الكلام دوت. بالنسبة حتى للفنادق وبالنسبة للحاجات اللي زي كده هوت في رقابة شديدة جدا يا جماعة. الصحة عاملة، وزارة الصحة عاملة شغل كبير جدا بالنسبة للمرور المستمر. يعني يمكن لما بيروحوا يلاقوا في حاجة فيها شبه يعني أي قصة بيبتدوا يمسكوا الكلام دوت، ففي رقابة مستمرة. وبعدين دي سمعة مصر، استحالة ان احنا نحاول نفرط فيها، عشان كده الرقابة بتبقى مش 100%، 100 و200% كمان، مش 100% بس. فخلي بالكم من الاشاعات يا جماعة اللي هي المراد بيها تحطيم الدولة. عندنا امسك اشاعة تاني، التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لاحد الشركات المتطورة اللي بتطور في المجال الاعلامي. يعني الله يخرب بيوتكم، انتوا تعبتونا والله العظيم. يعني تخيلوا ان عندنا قناة فضائية هنروح نديها لشركة تطورها وتاخدها ليها. لا، احنا التلفزيون المصري والاعلام المصري بيحاول يطور من نفسه عشان يقدر يتصدى للاعلام الخارجي. زائد ان كمان احنا كمصر من الدول في الشرق الاوسط رقم واحد في الاعلام. فاحنا بنحاول بقدر الامكان، والله يكون في عون الوزير الجديد ان هو يحاول بقدر الامكان يبقى فيه تطوير. التلفزيون المصري ابنائه هم اللي طوروا جميع التلفزيونات اللي حواليكم دي، القنوات اللي انتم شايفينها ديت، اساس تطويرها واساس عملها من اساسه التلفزيون المصري. يعني انا كنت شغال في قناه الام بي سي سنه كام؟ سنه 90. كنا بنمسك نعمل الاتي، نجيب البرنامج اللي في التلفزيون المصري، نكتب اسم البرنامج، نغير اسمه بس، ونجيب المعد والمخرج هو نفسه اللي بيعمل البرنامج، ماشي. وده قيسه بقى على كل القنوات. يعني
التلفزيون المصري هو اللي طور اساسا جميع القنوات دي، وهو اللي صنعها من اساس. فالتلفزيون المصري قادر يعني رجالته وفنانينه المخرجين المتطورين الناس اللي بتطور في الاعلام المصري في التلفزيون المصري قادرين للتصدي الى هؤلاء القنوات اللي هي مأجورة. فان شاء الله هتشوفوا اعلام مختلف تماما بتطوير مختلف في الفتره القادمه. في امسك اشاعه مره تانية كده هوت اخيره، اجبار السائحين ان هم ياخدوا في وسائل التنقل في السياحه الداخليه الخطوط الداخليه بتاعتنا. الكلام ده مش مظبوط خالص، لان يعني بالطبيعي يا جماعه السائح ده جاي عن طريق شركه هي اللي بتنظم له سواء داخلي او خارجي، الدوله ملهاش اي علاقه بالكلام ده خالص. ده واحد جاي عن طريق شركه سياحه في برنامج هو من هناك هو متفق عليه، عارف ان هو هينزل مثلا هيدخل على الهرم هيطلع على الاقصر هيروح على اسوان هيلف بوسيله كذا وكذا وكذا، والكلام ده كله معمول له في برنامج هو عارفه من قبل ما يجي، ممكن قبليها بشهور كمان. فما فيش الكلام دوت برضو، احنا ما بنجبرش سائح، بل بالعكس احنا بنرحب باي سائح يجي مصر يدخلوها امنين. عندنا يعني كمان في حاجة جميلة، خبر جميل بقى، ان شاء الله بكرة الحد في 300 طالب بأسرهم من الصين جايين من ووهان اللي هي المنكوبة اللي فيها فيروس كورونا. الجميل في الموضوع ايه؟ هم بيقول لك احنا حسينا ان هو احنا مش هنرجع مصر تاني، وحسينا ان احنا دخلنا جوه بقى هندخل جوه مرض وهندخل جوه وباء والكلام ده كله، وقاعدين خايفين هم اسرهم هناك، كنا فاقدين الامل في ان احنا نرجع تاني. ولكن فوجئنا بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، وانا اقصد ان انا اقول رئيس جمهوريه مصر العربيه عشان تشوفوا قد ايه هي كبيره، ان قرار ان طياره تيجي وفيها كمان اطباء عشان خاطر تبقى نقل بوسيله امنه. الجميل في الجاليه ديت ان حد كمان فيهم، وخلي بالكم هم كلهم ماجستير وتحضير دكتوراه وحاجات زي كده، يعني 300 باسرهم. الجميل ان واحد قال فيهم ايه؟ انا فخور قوي ان انا مصري. فعلا لازم كل واحد فيكم يفخر انه مصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم ما حد مد ايديه على مواطنين مصريين في ليبيا راح دكها بالطيران. لازم تعرفوا ان مصر مش زي امبارح، مصر بكره اقوى، ويمكن مصر يعني بقت ليها وضعها المختلف حوالين الدول كلها. لازم تفتخر انك مصري، وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي انه 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 اصدر هذا القرار عشان يعرف كل مواطن خارج مصر انا في ظهرك والقياده السياسيه في ظهرك. تحيا مصر. فاصل ونرجع مع الدكتور محمد سعيد عبد المقصود، استاذ ومدرس في كليه طب القصر العيني واستشاري جراحه العظام والعمود الفقري. فاصل ونرجع تاني. صباح الامل، صباح السعاده، صباح بكره احلى. رجعنا لكم تاني مع الخبير الكبير الاستاذ الدكتور محمد سعيد عبد المقصود، مدرس واستشاري الالام وجراحه العظام والعمود الفقري. اهلا وسهلا بك. صباح الخير يا استاذ وجدي، ازاي حضرتك؟ الله يخليك، صباح بكره احلى. ربنا يديك. طولت صح. علينا ليه كده؟ معلش والله. لا وطالع بعثه كمان، هتقعد لنا 6 شهور بره وحاجات زي كده، ايه الحكايه؟ ان شاء الله. في اسئله كتير قوي الناس ندخل على طول في الموضوع. عايزين نعرف ما هي اسباب الم اسفل الظهر. الم اسفل الظهر من الاعراض الشائعه جدا عندنا في جراحه العظام والعمود الفقري. من اهم اسبابها العادات الصحيه الخاطئه، الجلوس الخاطئ، وقفات الخاطئه، شيل اشياء ثقيله بوضع خاطئ، عادات غلط في الشغل، عادات غلط في السياره، دي من اهم الاسباب. بيجي بعدها سبب اقل حدوثا وهو خشونه اسفل الظهر، ثم بعدها تيجي الام الغضروف
الانزلاق الغضروف. طيب يعني العادات السيئه في الاعاد في الوقوف في الكلام ده سبب. طيب ايه خشونه يعني ايه خشونه اسفل الظهر دي؟ يعني اعرف خشونه في الركبه بتاع فيه كمان خشونه في اسفل الظهر. الظهر عندنا زي ما انا كده جايب معايا الماكيت، هو احنا عندنا مفاصل في اسفل الظهر، وفي عندنا ده الغضروف اللي بيبقى ما بين الفقرات، بيحصل عندنا خشونه. يعني ايه؟ يعني ان الغضروف ده بيبدا يتيبس، وهو بيبقى عامل زي المخده كده لين. بيبدا يخشن وبيبقى ناشف شويه. زائد برضو ان مفاصل الظهر اللي هي دي بيبدا من كتر الحركه او العادات الصحيه الخاطئه يحصل طيب فيها خشونه ويحصل فيها هنكمل بعد الفاصل سريع كده اهوت. بكره نور بدلك تمام، بكره خير وخير كتير، بكره ناس مش عايزه غير شمس بيعلى نورها في كل ناحيه، ناس بتطلب رزقها من بدري صاحيه، ناس مناها هيعوضوا كل اللي فاتهم. ورجعنا لكم تاني مع الأستاذ الدكتور محمد سعيد عبد المقصود، مدرس واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري. رجعنا كنا بنظبط في المايك عشان صوتك يبقى واضح للناس. نرجع لنفس السؤال مرة تانية، خشونة أسفل الظهر. خشونة أسفل الظهر دي بتيجي من إيه؟ إحنا عندنا مفاصل ما بين الفقرات، زائد برضو عندنا في غضروف ما بين الفقرات. الغضروف ده بيبقى لين، بيبقى عامل زي المخدة كده، لا قدر الله إذا بقى ناشف بيحصل فين منه خشونة. ومفاصل الظهر الصغيرة دي مع الحركة الكتير والعادات الصحية الخاطئة بتبدأ يحصل فيها خشونة واحتكاك وتعمل ضغط على الأعصاب. برضو العادات الصحية الخاطئة تعمل لي تقلص عضلي مستمر. العمود الفقري هنا حواليه كله عضلات. التقلص العضلي المستمر بيعمل ضغط على الأعصاب. الأعصاب دي بتبقى خارجة ما بين الفقرات، فأنا ممكن دي تضغط عليا وتعمل لي التهاب في الأعصاب، زائد وجع أعصاب في الرجلين وفي أسفل الظهر. دي كده الخشونة. طب بس في سؤال كان جالي يا دكتور محمد، بيقول لك هل الم القلب والصدر وبتاع ممكن ياثر على الفقرات والم في الكتفين؟ ايوه يا فندم، بالنسبه لالام القلب ممكن يبقى ليها اعراض على الكتف الايسر وتديني الام في الكتف الايسر، زائد برضو ان الام الرقبه وفقرات الرقبه بتعمل لي الام في الكتفين، فدي اللي بتعمل لي الام الكتفين واسفل الرقبه في الخلف، زائد بحس دايما ان انا عندي تقلص عضلي وان انا رقبتي مشدوده وكتافي مشدوده كده، عايز حد يرفعها عني شويه. طيب هل دوت حله قلب وصدر ولا حله كمان عظام؟ هو حله كمان عظام. بيبقى ليه علاجات وعلاجات طبيعيه، بنديله بسط عضلات، بنديله علاجات للاعصاب، بيرتاح جدا ان شاء الله من خلال بسط العضلات وعلاجات للاعصاب. طيب وفيتامين الاعصاب. بيقولوا لنا حكايه الانزلاق الغضروفي، انا ايه هو الانزلاق؟ الانزلاق الغضروفي يا فندم هو ايه؟ الغضروف ده زي ما قلت لك هو عامل زي مخده. ازاي عامل زي مخده؟ هو بيبقى لين وجواه حاجه عامله زي الجالي كده. لا قدر الله ما حركه غلط وحصل ضغط جامد على هذا الغضروف بيبدا يخرج من مكانه زي ما احنا شايفين هنا كده. اذا خرج من مكانه بيعمل لي ضغط على العصب اللي جنبه، ده اللي بيسمى الانزلاق الغضروفي. ان الغضروف جزء منه خرج من مكانه المظبوط، عمل ضغط على الاعصاب اللي ما حوله، فبدا يحصل عندي الام في العصب. بيحسها ازاي المريض؟ ان هو في الم اسفل الظهر، والم بيسمع فيه الطرف السفلي الرجل على هيئه تنميل شكشكه، وجع كهربي او نبضات كهربائيه في الطرف السفلي. تمام. والرجل. طب انا ازاي اتجنب الالم بتاع اسفل الظهر ده؟ بيبقى يعني اتجنبه حضرتك ازاي؟ حضرتك 80% من الام اسفل الظهر زي ما احنا قلنا هي بتيجي من العادات الصحيه الخاطئه. اخد بالي من قعدتي، لازم وانا قاعد يبقى ظهري مسنود، عمودي على الكرسي اللي انا قاعد عليه، في مستوى ركبتي ما يبقاش عالي او واطي، ما اقعدش كتير اكتر من ساعه متواصله، لازم كل ساعه اقوم 10 دقائق اتمشى وارجع تاني. لازم برضو كل يوم اعمل شويه تمارين رياضيه لتقويه عضلات اسفل الظهر وتقويه عضلات البطن، عشان دي بتساعد كتير في تخفيف الحمل عن العمود الفقري والفقرات القطنيه اسفل الظهر.
طيب علاج آلام أسفل الظهر دوت والرقبة، إيه العلاج ليه؟ حضرتك احنا أول مرحلة في العلاج هي التشخيص الصحيح. احنا بنشوف ايه المشكله بالظبط، هل هي عادات صحيه خاطئه، تقلص عضلي، خشونه، او انزلاق غضروفي، وكلا له علاجه. العادات الصحيه الخاطئه بندي للمريض تعليمات ازاي يقعد، ازاي يقف، ازاي يشيل حاجات ثقيله، ثم بعد كده بندي له علاجات زي بسط عضلات، مضادات للالتهاب، فيتامين للاعصاب، دي بتخليه يرتاح كتير. لا قدر الله اذا كان في خشونه في اسفل الظهر او الرقبه بنديله علاجات برضه بسيط للعضلات، وبنحوله للعلاج الطبيعي عشان يعمل له تمارين، عشان دي بتقوي العضلات وتساعد على تخفيف الحمل من على الفقرات. لا قدر الله اذا في انزلاق غضروفي بنبدا بالعلاج الدوائي ثم العلاج الطبيعي، ومع برضو التعليمات ازاي اقف، ازاي اقعد، ازاي اشيل الحاجات، ازاي اسوق لو انا مثلا شغلي بعيد عن مكان سكني، وبيتحول بعد كده للعلاج الطبيعي. وبعدها بيبقى في مراحل من الحقن الموضعي لأسفل الظهر والرقبة عشان الآلام ترتاح شوية. لا قدر الله إذا الانزلاق الغضروفي لسه ليه أعراض أكتر من 6 شهور بنتدخل جراحيا بعدة أساليب جراحية لإزالة الانزلاق الغضروفي. تمام. طيب يا ترى يا دكتور انت بترجح تملي حكاية العمليات ولا العلاج قبل العمليات افضل؟ حضرتك احنا ما فيش استعجال في اي حاجة احنا بنشتكي منها، لازم اخد الطريق المظبوط عشان اوصل في النهاية للعلاج الصحيح. احنا ما بن يعني 90% من مرضى الانزلاق الغضروفي بيتعالجوا طبيعيا ودوائيا، ودول بيمثلوا حوالي مثلا 25% من كل آلام أسفل الظهر. فيعني 25% منهم 90% بيتعالجوا علاج تحفظي اللي هو العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي. ما بنلجأش للجراحات إلا في 10% من مرضى الانزلاق الغضروفي. ده لما بنستنفذ العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي والحقن الموضعي، ساعتها بنلجأ للجراحات. الجراحات دلوقتي بقى ليها أساليب كتيرة وبقت متقدمة كتير جدا، في منها جراحات بتبقى مايكروسكوبية وجراحات بالمنظار، زائد في تثبيت أسفل الظهر والفقرات مع توسيع مجرى الأعصاب، ده عند وجود خشونة أو عدم ثبات أسفل العمود الفقري. تمام. هل بتعتقد حضرتك ان ممكن دكتور غير متخصص يعني لسه جديد او يعني ما عندوش الخبره ان ممكن يؤذي المريض في ان هو يعالجه بطريقه خاطئه ده ياثر عليه؟ مظبوط يا فندم. هو دلوقتي بقى فيه يعني للاسف بعض التخصصات الغير متخصصه زي مثلا دكاتره علاج الالم وهذا الموضوع بداوا يعملوا برضو علاجات لاسفل العمود الفقري، منها الحقن الموضعي، يعني اساليب اخرى، وهم مش على درايه كامله ب اسفل الظهر وهذا الايه التخصص. ما ينفعش اتعالج الا مع دكتوري اللي هيمسك معايا الحاله من الاول للاخر. لا قدر الله لو في لا يعني هو نفس الطبيب اللي بيعالجني يقدر يعالجني دوائيا موضعيا بالحقن او بالعمليه. لا قدر الله لو في حد مش هيكمل معايا يبقى ده ما عندوش السكه الكامله ولا الدرايه الكامله بكل طرق العلاج. فانا بنصح ان انا اروح دايما لدكتور متخصص يا اما في العظام والعمود الفقري او في المخ والاعصاب لعلاج مثل هذه الالام. اي حاجه اخرى بتبقى علاج مسكن موضعي لوقت معين والامور ترتد مره اخرى، وممكن يحصل منها مضاعفات نتيجه ان اللي بيعالجني مش عارف خريطه المكان كويس زي ما انا عارف. فلا قدر الله ممكن تحصل اصابات في الاعصاب تنتج منها مضاعفات كبيره زي مثلا سقوط في القدم، شلل نصفي لا قدر الله. فدايما أتابع الدكتور المختص اللي بيكمل معايا الحالة من الأول للآخر. ده بالنسبة للتخصصات، يعني حضرتك كأستاذ دكتور ومدرس في كلية الطب واستشاري جراحة آلام العظام والعمود الفقري، أنا بجد مثلا بعض من الشركات يطلع واحد، أنا بقول تقريبا يعني ده مش دكتور يعني أكيد ده سمكري، يعني يطلع بيعلن عن دواء معين ده السحر اللي الكلام ده، ايه راي حضرتك فيه كاستاذ دكتور؟ يعني حضرتك يا فندم يعني 90% من هذه الاعلانات غير مظبوطه.
وبيعلنوا عن أدوية غير مرخصة وبتضر وبتضر. يعني أنا دواء لو هو مثلا دواء فعال، طب ليه مش موجود في السوق؟ ليه مش مترخص في كل الأماكن والمستشفيات والصيدليات؟ لو هو دواء مظبوط ومترخص كان هيبقى متوفر، ليه أجيبه من مكان واحد أو من معلن واحد أو من تاجر واحد؟ أيوة. إلا لو هو حاجة مش مظبوطة أو مش ماشية نظاميا مظبوط. دايما أتحرى الدقة وخليني دايما واثق من اللي أنا بعمله. مفيش دواء سحري، إحنا أيوة. كل حاجة عندنا ليها إثباتات وبراهين ودلائل. أيوة. لازم أمشي علميا مظبوط عشان اوصل لنتيجه مظبوطه باذن الله رب العالمين. طيب بتنصح مرضى العظام والعمود الفقري بايه عشان خاطر يعني يحاولوا الالم ده يختفي وفي نفس الوقت يتم علاجهم؟ يعني حضرتك اول حاجه ايه اللي بيبقى معايا كل يوم؟ هي عاداتي الصحيه الصحيحه او الخاطئه. دايما اتبع عادات صحيه صحيحه، زي ايه؟ ان انا كل يوم اتمشى 10 دقائق، اعمل تمارين لاسفل الظهر والبطن، اقعد قعدات صحيحه زي ما انا قلت، دايما ظهري مفرود مسنود، عمودي على الكرسي بتاعي، دايما ما اقعدش اكتر من ساعه او ما اتحرك 10 دقائق 5 دقائق كل ساعه وارجع تاني. عند حمل اي اشياء ثقيله بنزل ظهري مفرود، ركبي متنيه ارفعها واطلع، ما منزلش بظهري متنيه وارفع عشان ده كده هيضر جامد الغضروف والعمود الفقري. الاساليب دي اذا انا اتبعتها اموري مش هيحصل فيها مشكله، بل بالعكس دي هتجنبني في المستقبل الخشونه والام الانزلاق الغضروفي والام اسفل الظهر. العادات الصحيه دي معايا كل يوم، اذا انا اتبعتها كل يوم واذا انا حافظت عليها كل يوم مش هوصل لمرحله العلاج اصلا باذن الله رب. طبعا احنا بنشكر حضرتك، الوقت معاك بيجري بسرعه. ده احنا يعني بنسعد بيكم، ويعني دايما عايزين نبقى معاكم ونبقى مع مرضانا الاعزاء ونديهم معلومات، وان شاء الله رب العالمين ربنا يسهل يعني هنظبط امورنا ونبقى معاكم اكتر واكتر باذن الله. باذن الله. طبعا بنشكر الاستاذ الدكتور محمد سعيد عبد المقصود اللي هو الخبير الكبير جدا، يعني من اكبر الدكاتره في الشرق الاوسط في آلام وجراحة العظام والعمود الفقري. كلمة بقى أخيرة قبل ما ننهي اللقاء معاك. كلمة أخيرة، دايما زي ما احنا اتعودنا الوقاية خير من العلاج، والحمد لله احنا عندنا الوقاية وعندنا العلاج. الوقاية بالعادات الصحية السليمة، والعلاج بزيارة طبيب متخصص في الشكوى اللي أنا اللي هي عندي، ما روحش لحد يسكنني وخلاص. أنا مش بعالج الألم، أنا بعالج سبب الألم، وعند علاج سبب الألم بيزول الألم. هذه هي النصيحة. بنشكر حضرتك، وطبعا للتواصل مع الدكتور في المركز بتاعه 012-0212-66333. طبعا يعني زي ما موجود على الشاشة قدامكم. عايزين نقول يا جماعة في نهاية اللقاء بنفكركم ان احنا بنحل مشاكل الناس، اي حد عنده مشكلة بنتواصل مع الجهات المختصة لحلها. عايز اقول برضو شكرا لمؤسسة الامل بترأسها الدكتورة النائبة شادية ثابت، امبارح كانت بتوزع شنط لبعض الناس اللي هم يعني محتاجين، يعني بنشكرها وبنشكر المؤسسة بتاعتها، وإن شاء الله هي بتوعد إن كل شهر هيبقى الناس دي بتسلمها بنفسها كمان. أي حد عنده أي مشكلة يتوجه بيها البرنامج صباح بكرة أحلى، إحنا كل يوم سبت من الساعة 8 للساعة 9. بنشكر كمان إدارة القناة على إن البرنامج سنة 2019 طلع من أفضل البرامج سنة 2019، الأستاذ محمود العوامري، الأستاذ عطلة نصار، نشكر الأستاذ وليد عمارة، الأستاذ محمد شحاتة، الأستاذ عمرو في البلي أوت، بنشكر كل الناس القائمين، مش هقدر أقول أسمائهم كلهم، بنشكرهم على تعبهم معانا في برنامج صباح بكرة أحلى، بنشكر المشاهدين كمان على متابعتكم لينا، بنشكر فريق الإعداد الأستاذ أحمد وجدي، الأستاذ نور الطويل، الأستاذة منال سيد فريق الإعداد. عايز أقول لكم إحنا كنا سعداء معاكم في 2019، نرجو إن نبقى 2020
نكون برضو بنقدم لكم حاجة مفيدة. أعزائي المشاهدين، انتظرونا السبت من كل أسبوع من 8 ل 9، حلقة جديدة ولقاء جديد، وبرنامجكم صباح بكرة أحلى.